كيف كانت مرت عليك المرحلة السابقة؟ كانت صعبة قوي طبعا. بصي، مفيش حد يحب انه يتعلق بحد وبعدين الموضوع للأسف ما يكملش. مفيش حد يحب كده اكيد. بصي، رغم ان يعني ممكن يكون في مشاكل حصلت وكذا وكذا وكل الحاجات دي، ولكن بيفضل ان الشخص، انت لو ربيتي قطة هتزعلي عليها، والقطة دي تعبت او ماتت هتزعلي عليها وتحزني، ما بالك بني آدم؟ ما بالك شخص في ما بينكو تفاصيل كتير؟ أكيد أنا زعلانة، ولكن يعني على فكرة أنا بحبه جدا وبكنله كل الحب والاحترام. أنا بقيتوا متجوزين قد إيه؟ سنة. فكرتوا إن عمر بحاله؟ لا، أنت تحسي إن هو عمر، تحسي إنه كتير. لقلك قد إيه حسيتي سنة ولا أكتر؟ لا، حسيته أكتر. علشان في حاجات كتير قوي حصلت في السنه دي، حاجات كتير قوي قوي قوي. لما تراجعيها تحسي ان انا لما رجعت بقى الفتره اللي فاتت دي، بقيت عماله افكر كده مع نفسي واقول يا لهوي كل ده حصل في سنه. مش كلها حاجات وحشه، مش قصدي ان انا يعني قعدت مع نفسي وقلت يا لهوي كل دي، لا بالعكس، احنا في ما بيننا حاجات حلوة وفي ما بيننا حاجات زي اي اتنين. هو مش عاوز يرجع منا؟ والله بصي، انا فكرة رجوع او مش رجوع دي حاجة بتاعت ربنا، لربنا كاتبه هو اللي هيكون. ولكن انا جوه نفسي انا مش بكرهه ابدا على فكرة، بالعكس ده شخص يعني عشت معايا حاجات كتير قوي.